السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير وتكونوا سان سان. المهم كيما شفتوا التصوير غيكون شويه هابط لتحت، حتى داك اللي كتشد ليا الصراحه في الطوموبيل ما لقيتهاش. التصوير غيجيكم هابط لتحت ولكن ماشي مشكل، غنهبط معاه. المهم نتمنى تكونوا على خير وبخير. المهم حنا برا ولكن مع القمري فين باغي توصلي. المهم الشميشه الحمد لله اليوم شنو نقول لكم، حنا بلاصه اللي كيغسلوا فيها الطوموبيلات غنوريكم، غنقلب الكاميرا ونوريكم كيغسلوا الناس الطوموبيلات. ما كتشوفوا تبارك الله شحال الناس كاينين، بلاصه عامره اللي ما تلقاش البلاصه هنا اللي كتشوفوا. المهم كما قلت لكم كما كتشوفوا كاينين الناس بزاف هنا، ملي كتكون الشميشه هي اصلا ملي كتكون الشميشه راه الناس كيخرجوا باش يغسلوا، ولكن اش وقع في هذه الايام كان الريح، الايام كان عندنا الريح هنا ومازال حتى دابا مازال الريح. اش وقع؟ انا غنخرج نوريكم الطوموبيل كي ولات، يقولوا سبحان الله كي عطانا نرسي غير هذا شحال من شي حاجه باش نحطو من مورا باش يوقف. راه التليفون ديالك هذا نخلي غير هكا التليفون ديالي نسيو التليفون. المهم والله ما بغى يوقف ليا قبيله، وقف نحيد التليفون ديالك، نحيد التليفون ديالك قبيله ارسل دابا باش يرسل. نو تو افي فينا ما تجي في التلقى بصح وي انفوي ميم ما تيت بصح ولا خليها هكا. المهم كما قلت لكم شنو وقع هاد الايام اللي كان البرد كان الريح مجهد ودت دابا راه كاين نيت. سبحان الله الرملة ديال المغرب ديال الجزائر جات حتى لهنا. المهم الرملة وصلت حتى لهنا ديال الصحراء، وصلت حتى لهنا سبحان الله. المهم الطوموبيلات عامرين بالسميتو بالرملة. انا غنوريكم الطوموبيل حيت كحله باين فيها، باين فيها مغطيه وليت كنحشم نمشي هكا لشي بلاصه بحال دابا ندخل هكا للمدينه، ولا كنحشم داخل هكا في الطوموبيل خانزه بالرمله، ودابا خصني ضروري نغسلها. والمشكل اللي عندي انا نورمالمون الطوموبيل صراحه قليل فاش كنغسلها هكا فهاد لافار بحال هكا، ديما كنديرها دوك اللي كتدخل في الطوموبيل الداخل كتركب فيها وكتبقى فيها لداخل، وهما هي هما كيغسلوها لك ماشي هما. انا كاينه اوي راه كاينه لي انا المشكل كنخاف كاينه هنا، انا كنخاف صراحه ما نقدرش نسوقها، انا نكون انا كنسوقها وهما ديك الماكينه هي اللي كتغسل المجناب وتغسلها يعني كتدخلها في لافاج وهي كتغسلها لك، انا كنخاف ما غاديش نقدر نديرها هكاك. هذاك الشيء علاش جيت نغسلها غير بيدي، يعني ماشي غندخل في هذيك لافاج كيقولوا لها واقيلا كنظن لافاج وهذيك مي صافي المريم الا كانت هذيك سميتها لافاج وهذه سميتها لافاج بروسانجيت وي هذيك بلا بغوص وداك الشيء، وهذه غير بيدك. انا نفضل ندير انا هذا بيدي حيت كنخاف ما نقدرش نسوق انا في الطوموبيل، وديك لا ماشين غاديه جايه كنخاف صراحه، وداك الشيء علاش غنفضل نغسلها غير بيدي. هنا غتشوفوا ان شاء الله معايا وغنوريكم حتى هذا الرمله ملي كيكون البرد كتوصل الرمله حتى لهنا، وما نوريكم كلشي عامر هنا الناس كاملين تقريبا اللي ساكنين زعما هنا راه كاملين جاوا لهنا كيغسلوا الطوموبيلات باسكو لا هي لو صعب. وي ما تقدرش تحرك بها في المدينه هكا بلا موسخه الشراجم كلشي موسخ. المهم غنضيعوا عليها شي حاجه هاد النهار ولكن ماشي مشكل غير باش ترجع مزيانه يا كمريم نغسلو نديرو لها الدوش. المهم هادشي اللي كاين دابا ان شاء الله غندخلو غنتسنى واحد غير توا غيخرج ندخل انا موراه، مي غنبدا نوريكم قبل ما نغسلها نوريكم كي ولات. المهم هادشي اللي كاين نغسلها ونرجع معاكم حتى هي دي تروك. غنوريكم الطوموبيل كي دايره معاك حلو، شوفي شو كي دايره هنا. سي بيان مريم سي بيان ترافاي مريم ترافاي فازي مريم فازي يعني الخدمه فوق فوالا. المهم نخليها غير شويه من بعد انا اللي غنديرها حيت ما غاديش تعرف مزيان دير القناه كلشي.
ودابا رجعت معاكم بعد ما غسلت الطوموبيل ديالي. المهم كما كتعرفوا غسلتها وما نشفتهاش، فضلت نمشي للمكازا اللي قريبه ليها باش نخليها قبل الشمس تنشف على خاطرها باش ما تبقاش مضبه. وجيت لهنا البلاصه اللي كان حماق عليها انا ومريم، المهم كنلقاو الفرصه ديالنا كنمشيو بلاصه الطيور وبلاصه الفخاخ وبلاصه المهم كيعجبنا هاد البلايص هادو، وفيهم تاع الحوت ما صراحه زوين. واحد البلاصه كنت صورت لكم صراحه داك داك الصداع ديال هاد الطيور هادو كيغوتوا داك الصداع ديالهم، ولكن لقيت الموسيقى داخله في كاين هذيك الموسيقى اللي دايرين هما تما في المكازا، هذاك الشيء علاش اضطريت باش نزولها. والمهم خليت لكم غير الطيور بحال هكا، المهم الناس اللي كيعجبهم الطيور غيعجبهم هذا الفيديو هذا، وشاركت معكم داك الشيء اللي كيعجبني وفي مشيت هذه العشيه هذه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ويمكن ما كتشوفوا الطيور انا كنحماق عليهم، ما نكرهش صراحه نجيب واحد جوج نخليهم معايا في الدار، ولكن المشكل عندنا ملي كنبغيو نمشيو هكا ما عرفتش من هنا ان شاء الله للصيف ولا بغيو نمشيو هكا للبلاد كي غندير الطيور باش ما عنديش فين نحطهم، داكشي علاش ما كان كما كانش زعما تصفر هكا مره مره بنادم يجيب واحد جوج هكا، نجيب واحد جوج هكا كيعجبوني خصوصا داك الصوت ديالهم ديال الصباح غزال غزال ما نكرهش صراحه، ولكن ما عندي كي غندير ليهم. المهم كما كتشوفوا هذا هنا بلاصه معمره هنا بالطيور، كاين الصغار كاين الكبار، وانتم شنو بغيتوا دير واحد الخيط ما تقدروش تقربوا ليهم بزاف، يعني كنشوفها كاع من البعيد كما كتشوفوا. ممكن يعجبني فيهم الالوان، كنحماق على الالوان ديالهم، كاين حتى البويض كاملين بويض. وهادو البخاخش لقيت مريم قلت لهاش كدير، قلت لك بغات شي واحد الباكيه بحال هادو، وهي كانت غير كضحك عليا كتشوف شنو انا غنقول ليها زعما واش تشريهاهم ولا صراحه ما عرفتش شنو كيديروا بهاد البخاخش بحال هكا. تصوروا تصوروا دابا الا دخلت واحد هكا للمكازا وحلهم حيت كيتحلوا هاد المغطيات، ماشي غير فيهم الشكوتش ولا غير تحلي هكا ديك المغطيه راه كلشي يطير. تصوري يدخل دابا شي واحد يكون مزنزن مزنزن في راسو، والله الا هادشي اللي كنت كنقول انا ومريم، قلت لها دابا تصوري شي واحد يكون مزنزن في راسو يدخل يحليهم داك المغطيه كامله ويخلي داكشي كامل يخرج، وانت كتولي المكازا كلشي يهرب. المهم انا جينا بلاصه القنيات كما كتشوفوا، زعما مابقاش عندهم بزاف مش حال هذه كنت كنمشي كان واحد البلاصه معمره بالقنيات بالانواع والاشكال ديال القنيات، ولكن دابا نقصوا ليهم. المهم الثمن كان دايره 35 اورو الوحده القنيه، صراحه غاليه. المهم هاد البلاصه هذا كانت مريم كتصور كيقاد راسو كيقاد راسو قبات سميتو قبات الكاميرا والله الا. المهم حتى هادي صراحه لقيتها زوينه صراحه، اللي عنده الجرده يشري هادي غزاله والله الا غزاله. وناقصين ليهم الثمن دابا هاد البلاصه هادي كاملين كلشي تقريبا ناقصين ليه الثمن، ما عرفتش واش غيسدو ما عرفتش واش يعني الحجم كتباع ليهمش كينقصوا لها الثمن مع الوقت، واخا دابا مع الجو زوين ديال هاد الشيء ولكن ما عرفتش علاش ناقصين الثمن. المهم كما شفتوا ضروري كنجربوا شويه قبل ما نمشيو، وشاركت معكم يعني خريجه هكا وصافي. كثر ما كيكون هكا الشميشه زوينه كتبغي تخرجي كتبغي تدوري في المكازا، واخا ما كتبغي يعني ما كيكونش ضروري تشري ولا، حيت الا بقيناكم مره نمشيو للمكازا نشريو وراها صراحه بزاف وما كاينلاش كاينلاش بنادمكم راه يشري يشري ما كاينلاش، الا كانت شي حاجه ضروريه واخا، الا كان بنادم كيشري هكا الحوايج كيحطهم في الدار يعني ما كيستعملهمش ما كاينلاش. والمهم نتمنى هذا الفيديو هذا يكون عجبكم، المهم اللي عجب هذا الفيديو ديري لي لايك وكومونتير يكون زوين، وكنقول لكم شكرا شكرا بزاف وخليتكم على خير.